بغيتي تعرفي كيفاش حضرت شوربه الفاصوليا بالطماطم بقاي معنا الى نهايه الفيديو مع قناه سكينه اليكم اطباق سهله وصحيه كناخذوا كن طنجره ونديروا فيها اللوبيا اللي سبق لينا وسلقناها مده ساعه كامله هاد الطريقه كتغنيك على انك تبيتيها مرقده ليله كامله يعني غنطيب دابا اللوبيا في نفس النهار في اناء اخر غادي ناخذ ثلاثه المطيشات محكوكين بصله محكوكه و ثلاثه الفصوص ديال محكوكين بالنسبه للعطريه نضيف ملعقه صغيره ديال سكينجبير جوج المعالق صغار ديال التحميره او بابريكا ملعقه صغيره ديال لبزار او فلفل اسود جوج المعالق صغار ديال الخرقوم عواد او كركم ملعقه صغيره ديال الملح اربعه المعالق كبار ديال زيت الزيتون نخلطو مزيان هاد المكونات قبل ما نضيفهم على اللوبيا ناخدو اللوبيا اللي عملناها في الطنجرة وغادي نضيفو عليها الماء الساخن ودابا غادي نضيفو المزيج ديال الطماطم دي. من بعد نسدو على اللوبيا مدة عشر دقائق نخليوها طيب على نار متوسطة بطبيعة الحال بقاو معنا تشوفوا الشكل النهائي هذا هو الشكل النهائي ديال وصفه اليوم بالصحه والراحه